فعلا مش قادرة افهم انا عملت ايه. يعني انا ما اشتغلتش تاجرة مخدرات، ما اشتغلتش يعني مش ببيع خمور، يعني مش انا مش فاهمة هم شايفين وجهة نظرهم ايه يعني. يعني سمعت دايما كلام كتير قوي من ناس عامة، حتى ناس بيحبوني بيكلموا من ورا ظهري مع ناس تانية، يقولوا هي لذيذة وجميلة وكل حاجة، بس هي يعني دمرت حياتها. واحد مرة حرامي لكل الفلوس عليا، وفجأة لقيت نفسي عايمة في وسط الفلوس وانا على الستيج ومش عارفة اتحرك ومش عارفة اعمل اي حاجة، فيعني اضطريت ان انا ادور للفرقة واوقف الدنيا ومشيت. أصابك عشق أمر منك بأسهم فما هذه إلا ليا جمهور كبير جدا من الستات والبنات، شايفين ان انا عملت حاجة كويسة جدا وبيشجعوني، وهما كانوا نفسهم يعملوا كده وما قدروش.